patungan sedekah kurbannya orang Indonesia, jadi kurbannya siapa ya? Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Di Idul Adha tahun ini, banyak sekali sahabat yang sedekah kurban berdonasi untuk kurban tanpa batasan nominal. Nah, sedekah kurban yang terkumpul tadi, alhamdulillah jadi hewan kurban atas nama para hafiz di Gaza, Palestina. Ada 28 hafiz Quran dari Gaza yang akhirnya bisa berkurban, mulai dari kurban sapi, unta, dan domba. Ana al-muhaffiz Muhammad ibn Hasan Iskik, محافظ لحلقة قرآنية عمري 34 عاما. نشاط اليوم بأتي للمسجد لكي نعلم الناس الخير وقراءة القرآن الكريم. عدد أفراد الأسرة 4 أفراد. نحن في عيد الأضحى نقوم بزيارة الأقارب وصلة الأرحام والأهل. كانت الرغبة موجودة لكن بسبب الأوضاع المادية الصعبة لم أستطع أن أضحي، فنشكر الأخ المتبرع على هذه الأضحية المباركة. دائما أدعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة في كل ركوع وسجود أن الله سبحانه وتعالى يعين على أن أذبح أضحية لله سبحانه وتعالى. عندما أبلغت بهذا الخبر السعيد فرحت فرحا شديدا، لذلك نشكر الأخوة المتبرعين وكل القائمين على هذا العمل الطيب المبارك. طبعا لأول مرة تحدث معي ذبح أضحية لله سبحانه وتعالى، لذلك نشكر الأخ المتبرع. طبعا رد الأهل والأقارب الأحباب كانوا فرحين فرحا شديدا على هذا الخبر السعيد. الأضحية كانت من العجل. شكرا للشعب الأندونيسي، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير. تريما كسي كسي بالستاين. حكم في الله هشام بكر الشكري، محفظ في حلقة القرآن الكريم. أنا سعيد جدا للحصول على هذه الأضحية، طبعا لأول مرة تصير في قطاع غزة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. طبعا كان من الصعب الحصول على اللحوم الأضاحي بسبب الأوضاع الراهنة والوضع في قطاع غزة، أما الآن بفضل الله عز وجل ثم فضلكم فبارك الله فيكم تم الحصول على لحوم الأضاحي، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. نتمنى منكم كفالة أكبر عدد من حلقات القرآن الكريم لأنهم أهل الله وخاصته. Daging hewan kurban yang disembelih dibagikan kepada masyarakat Gaza, mulai dari fakir miskin hingga para penghafal Quran. Bil farah wa sa'adah wa jazakumullah kull khair wa kull am wa antum khair. Yani ihtalaf al hal ba'd ma akhadna al musa'adah. Sahar ana yani akl fi dar kwayis yani al hal. Wa niyyati an yatim kafalat tullab ahl al Quran wa ahlihum. أمنيتي يتم كفالة حلقات التحفيظ في المساجد. ريما كسيه كسيه فلسطين. شكرا لكم، بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير. ما شاء الله، terima kasih sahabat kasih Palestina untuk sedekah kurbanmu bagi para hafiz di Gaza Palestina. Sedekahmu bukan hanya mendatangkan berkah dan doa dari para hafiz yang bisa berkurban, namun juga doa terbaik dari para hafiz yang bisa menikmati daging kurbannya.